مساء الخير على كل مشجعي ومشجعات مهارات عظيمة، أهلا بحضراتكم حلقة جديدة من حلقاتنا. النهاردة إن شاء الله هنعمل مهارات جديدة ووصفات تنول إعجاب حضراتكم يا رب، بسيطة وسهلة لكن الولاد كمان منتظرينها جدا. نعمل السلطة يعني هنفضل نشتغل كده حلقات اللي جاية فيها أنواع سلطات وشربات. هنبدأ بقى إن شاء الله من الأسبوع بعد القادم، الأسبوع اللي قادم هيبقى فيه الحلقة الخاصة بالتوابل والصوصات اللي حضراتكم طلبتوها إن شاء الله، وهنبدأ بقى نعمل حاجات شوية شوية في المصنعات عشان نبدأ ناخدهم كده ايه خطوات ورا بعض للي بيحب يعمل حاجات دي في البيت. النهارده هنعمل حاجة الولاد بيحبوها جدا، بياكلوها في النادي كتير جدا، وهي بصراحة حاجة تتحب، يعني هي فكرة الكورن دوج أو اللي هو السوسيس المتغطي بعجينة لطيفة كده بينزل ايه يتقلي ويبقى جميل. في حاجات كتير قوي من الفواكه هننفع نستخدمها بنفس الطريقة، لكن خلينا نقول إن الوصفة دي بسيطة وسهلة وهنشتغلها مع بعض النهارده، يعني ايه ان شاء الله يا رب تنول اعجابكم. خلينا نقول بسم الله واقول الاول المقادير. طبعا السوسيس انا عن نفسي بفضل انتوا تقدروا تجيبوا الكبير وتقسموه نصين لو بتحبوا التخانه اكتر، طيب، لكن انا جبت الحجم اللي هو المتوسط. عندي كوبايه من الدقيق العادي الابيض اللي هو متعدد الاستخدامات او الدقيق الفاخر، خلاص، وعندي كمان كوبايه من دقيق الذره، دقيق الذره الاصفر، وعندي نص معلقه من الملح، وعندي معلقتين بيكنج باودر صغيرين، كوبايه ونص من اللبن، ممكن تزيد ازود ميه ازود لبن تاني براحتكم، عندي بيضه واحده، وعندي معلقتين زيت جوه الخليط نفسه. حضراتكم تقدروا تطعموا العجينه دي ممكن بالبصل الباودر، بالمثلا الثوم الباودر، شويه بابريكا، انتوا حابين تدوها تيست اوكي. انا بشوف في النادي، يعني انا لما بروح بلاقي ان هو قبل ما بينزلها في العجينه ساعات بيحط عليها الجبنه السلايد اللي هي بتاعه البرجر اللي احنا بنجيبها الصفره دي، بيروح حاططها ومنزلها في العجينه ويروح قليها، بتطلع برده لطيفه جدا وجميله فيها طعم الجبنه، وما بيطلع بيتحط عليها شويه كده ايه كاتشب ومستر. تعالوا بس نقول بسم الله ونبدا كده نحط هنا المقدار بتاعنا. اول حاجه عايزه بس كده ايه معلقه صغيره، بسم الله الرحمن الرحيم، نص معلقه الملح كده، وانا الحقيقه برضو هحط رشه فلفل بسيطه، وخلينا نكسر البيضه الحلوه دي، بسم الله بسم الله، وهنبدا ناخد من اللبن. خلينا الاول انا حطيت هنا بس زياده عشان حضراتكم تبقوا عارفين على الدقيق الذره، بصوا هتلاقوا في حته جزء ابيض، ده توم باودر، يعني رشه كده خفيفه. هاخد بس الوسخ كده، بسم الله. وعايزه اصدقائنا اللي كلمونا امبارح يقولوا لنا اخبار الكريب اللي جربوا عجنته ايه. هاخد كده هناخد مدام زينب من القاهره. يا صباح الفل، اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك، ربنا يبارك فيكي. ازاي حضرتك يا فندم؟ ازاي حضرتك يا شيف، عامله ايه؟ الحمد لله، ربنا يبارك فيكي وحضرتك بالصحه والسلامه يا رب. معلش انا بشوف حلقه الكريب امبارح، طيب. عايزه بس اعرف طريقه البيتزا بعد اذنك عشان بعملها بتطلع ناشفه، وطريقه الكريب من عيني هنزل لحضرتك حالا، ويا ريت حضرتك برضه تدخلي على اليوتيوب تشوفيها، مهمه، شوفي التكنيك بس، حاجه بسيطه جدا. تسلمي لي يا فندم، انزل لحضرتك حالا المقادير. شكرا لحضرتك يا فندم، اتفضلي يا فندم في حفظ الله. ندى بعد اذنك نزلي لنا عجينه الكريب، وبعد اذنك نزلي لنا كمان البيتزا اللي احنا عملناها، الميني بيتزا الصغيره اللي هي العجينه القطنيه. هنزله تاني، وعندنا كده البيكنج باودر معلقتين صغيرين، انا عايرت بس كوبايه لكوبايه بنسب متساويه وقلبت كده، ولو احتجت سوائل هزود. هنشوف بس العجينه كده توصل لايه واحنا مع بعض، ماشي الكلام. تعالوا بينا بقى هنصب الخليط اللي احنا، بسم الله الرحمن الرحيم، ونقلب ونشوف الخليط اخباره ايه. بسم الله كده، مقادير الكريب اهي حالا معانا يا فندم. معانا نص لتر من الحليب، يعني كوبايتين، ومعانا ثلاث بيضات، وممكن يبقوا بيضتين وممكن يبقوا بيضه واحده، برضه هتكفي على نفس المقدار ده هيطلع ناجح. وعندنا كوبايتين الا ربع من الدقيق متعدد الاستخدامات او الفاخر،
وكمان عندنا 3 معالق سكر، معلقة صغيرة من الفانيليا. وفي بقى للزبدة هندوب الثلاث معالق دول ونضيفهم، وكل الخليط ده حضرتك هتضربيه في الخلاط مع بعض. هنحط بداية بالسوائل والبيض ثم المكونات الجافة، اضربيهم كويس قوي، نزلي كده من الجوانب وبعدين يتصفى ويتساب يرتاح ربع ساعة. وبعدين حضرتك تسخني طاسة، مهم جدا تسخين الطاسة في أول مرحلة علشان ما يلزقش منك وتتضايقي. وبين كل واحدة والتانية حضرتك بتعمليها بتحطي دهنة مسحة زيت، سواء منديل أو بالرش كده في الطاسة اللي مش بتلزق. طيب بالنسبة لي أنا بقى البيتزا هنزل حالا لحضرتك، عملنا معجنات جميلة جدا من الميني بيتزا، تنفع للبيتزا الكبيرة قطنية يعني مش هتنشف منك أبدا إن شاء الله. بس حضرتك بعد إذنك ادخلي شوفي الحلقة على اليوتيوب علشان ما هتشوفيها هتفهمي ان الموضوع يبقى ملمس بس العجين شكله ايه واحنا بنشكلها شكلها ايه. بصوا الخليط، انا عايزاه خليط كده تقيل في تقل، شايفين ازاي؟ عشان يثبت برضو على الايه وحدات السوسيس. ماشي كده، هشيل بقى الويس كده وهبدأ بقى ايه نشيل برضو اللبن ده. عايزه اقول لكم هو يعتبر يعني السوسيس ده اصلا من اقدم اللحوم المصنعه في العالم، عمره تقريبا يمكن اكتر من 2000 سنه، وفي بلاد بره بيستخدموه دايما في الحفلات والاعياد والمناسبات وما الى ذلك. انا هنا بسخن الزيت، معانا عجينه البيتزا اهي. لو حضرتك هتعملي كيلو دقيق اختاري الدقيق الخاص بالبيتزا او بجميع الاستخدامات. هنعمل ايه؟ الكيلو دقيق عليه 3 معالق سكر، معلقتين كبار من الخميره الفوريه، عليهم كوبايتين ميه دافيه، ميه تكون فاتره، ثلث كوبايه من الزيت النباتي او زيت الزيتون اذا تفضلي، ورشه ملح. دي العجينه الاصليه. هنخلط بقى الخليط الحلو ده مع بعض لحد ما تحصلي على عجينه لينه وايه ولكن ما بتلزقش. وبعدين هندهن بوله ونحط فيها شويه زيت، وحضرتك تغطيها وتعملي الطريقه بتاعتك التقليديه. هتقطعيه بقى على قد حجم الصواني وان شاء الله تستمتعي بالعجينه دي وهتطلع ناجحه مع حضرتك. وما تكتريش الزيت، الزيت ممكن يكون احد العوامل اللي بينشف العجين. كمان نوع الدقيق مهم قوي، نوع الدقيق اللي حضرتك بتستخدميه مهم. طيب كده احنا قلنا السببين المهمين. انا هنا بسخن، هحاول بقى وانا مع حضراتكم كده ندخل الايه السوسيس ده في الستكس دي. دي ستكس شيش طاووق، تقدروا بقى تطلعوها تقدموها في كاس كبير، تقدموها مثلا تجيبوا بطاطسايه او نص خصايه او كرومبايه وتغلفوها بالفايل وترشقوا الحاجات دي كده ومعاها الكاتشب المستردة، الحاجات اللي الولاد بيحبوها. ان شاء الله هنعمل حلقه خاصه بالكاتشب المستردة والصوصات الحلوه نعملها في البيت للي بيحب قوي يتعامل بحاجات البيت. طيب انا هاخد القصيرين عشان هم ممكن ينزلوا هنا، طبعا بشكرهم انهم ايه قصوهم هنا. اوكي هاخد كده بسم الله من هنا، هبدا ايه بالراحه خالص بطول الايه السوسيهيه نفسها قبل ما تطلعش لفوق، بس حسيت انها قربت توصل لهنا. خلاص كده بقى في كل الحاجات، نبدأ بقى الحاجات الشتوية إن شاء الله. يعني هنعدي الأسبوع اللي جاي نعمل الحاجات اللي اتطلبت مننا، وأنا مع حضراتكم متواصلة كل اللي بتطلبوه بحطه الحقيقة في الأولويات علشان تبقوا اللي بتحتاجوه تلاقوه إن شاء الله في مهارات عظيمة دايما على قناة الأهلي. كده أهو سايبة بقى دي شوية كده إيه العجينة كده شوية. هنعمل إن شاء الله البولوبيف كمان مع بعض البيتي. والله بصوا انا كنت اول مره اعمله حقيقي، يعني طبعا لسه ما عملتوش في الاهلي، لكن اول مره كنت اعمله خالص طلع حقيقي طعمه حلو جدا حقيقي. وعايزه اقول لكم اللانشون اللي احنا عملناه من غير اللحم والفراخ، عايزه اقول لكم الناس هنا حقيقي تحكم. في ناس خدوا معهم لاصحابهم كانوا مستمتعين بيه جدا، عايزه اقول لكم كان طعمه حلو جدا. وانا يعني لما طلع معايا بجد على الهواء ودقته هو دافي كان طعمه رائع. فيعني بصوا حاجات في البيت جميله ومش مكلفه بجد، بس كمان الحاجات اللي بنستخدمها فيها حاجات مفيدة ضمنها. هنعمل البولوبيش من اللحمة بقى، من اللحمة، بس اللحمة لازم هتبقى فيها شوية إيه ملبسة سنة. هنعمل بقى بولوبيف وإن شاء الله نعمل السجق.
هعمل لكم بقى السجق ده ايه، فراخ ولحمه. في طريقه سوري حلوه قوي عجبتني وحبيت ان انا يعني اشارك حضراتكم بيها ان شاء الله. ومش مهم الهانك، لو الهانك مش هيبقى موجود اللي هو الغلاف او اللي هنحط فيه هنحشي بيه، هقول لكم على طريقه تانية بديله للي ما عندهمش، للي ما عندوش او للي مش بيتحصل عليه بسهوله يعني. هنعمل كله، معلش انا عايزه ايه، بسم الله اوسطنها، ايوه كده بنأسس بقى كل الحاجات دي كده مع بعض. بسم الله، زيت سايباه يسخن جنبي. طبعا هو بيحتاج بس حاجه زيت عميق وده المهم. هنعمل بقى كده كتير في حاجات فاكهه حلوه للولاد ان شاء الله، علشان برضو الحاجات دي بتفتح نفسهم قوي، بتخليهم فترات المذاكره والامتحان يبقوا مبسوطين بالايه، بالاداء اللي بيعملوه. اهو كده معانا مين يا حبايب قلبي؟ كده خلوا بالكم الكيكس والبسكوتات في فترة الشتاء دي، المخبوزات عموما بصفة عامة بنستخدمها كتير وبنملها اكتر. انا كده تقريبا خلصت كله زي ما حضراتكم شايفين، بجهزهم بقى جنبي عشان يبقى في العجين وخلاص. طيب لما اجي بقى هستخدم العجين هبقى لازم اصب العجين ده، يعني نديله تقليبه كده، ممكن بسباتولا. بسم الله، محتاج بس معلقه من الدقيق الابيض شويه، هو المعيار كان مظبوط فعلا بس انا ايه كده. بصوا بقى زي عجينة الكيك التقيلة، سنة مش تقيلة قوي اهو. اللي عايز يطعم زي ما قلنا بأي توابل مفيش مشكلة خالص. خلينا بقى نجرب كده في السوسيهية. انا عايزة اخد هنا في الكوباية دي عشان اعرف اغطسها كويس. خلينا نشوف كده. طبعا نقطتين الزيت هنا. بسم الله كده، شايفين ازاي؟ ليه انا تقلتها؟ عشان لو لسه اول مره حضراتكم بتجربوها ما تغلبكوش في السوائل اللي بتنزل من حواليها، ما تضايقكوش. هو الزيت ايه اخباره؟ معانا ريحانة، يا أهلا وسهلا. صباح الخير. صباح الخير حبيبتي، أهلا بيكي. ازيك في عزيزة؟ الحمد لله بحضرتك، أهلا وسهلا. أخبار حضرتك الدنيا كلها؟ الله يبارك في عمرك فندم، بخير الحمد لله رب العالمين. معلش أنا ما شفتش بس الحلقة من أولها، ولا حضرتك حاطة ده كفتة ولا سوسيس؟ ده سوسيس، اللي هي العجينة السوسيس اللي هي الكورن دوج اللي الولاد بياكلوه في النادي، متغلف بعجينة كده. لا حلو، تسلم ايدي. تسلمي يا فندم، شكرا لحضرتك. بس كنت عايزة عيشي اللي بالرطة. من عيني، حاضر ننزله لحضرتك من عيني يا فندم. أشكرك أشكرك. شكرا لحضرتك، اتفضلي. بصوا بقى هنا بعد إذنك يا ندى، عايزين العيش اللي بالرد. طبعا لو حضرتك عندك وقت لليوتيوب هتشوفي انا عملته، ابحثي عنه هتلاقي الوصفه جميله بصراحه، طلع عيش رائع وعملته في الفرن بتاع البيت، طلع ناجح وجميل جدا، واحلى حاجه انه اتعمل في البيت. كده الزيت بس المفروض يبقى سخن قوي، لازم تسخنوا لي بوتاجاز يا اولاد، لازم، مهم الموضوع ده. ماشي، هننزل بقى العيش بالردة لمدام ريحانة.
ونزود هنا شويه تاني من العجينه. ماشي كده. عايزه بس ابعد دول عن بعض. لازم يسخن الزيت، اول ما بيسخن ما بيعملش كده. خليني ايه، معلش انا هسيب دي حتى لو وقعت اللي جاي مش هتقع ان شاء الله. يلا بينا. ده يسخن بقى شوية، مش هكمل دلوقتي لما نطلع دول وبعدين نشتغل على الباقي، علشان ايه البيكنج باودر كمان ما يبقاش اخد وقت طويل قوي في التخمير. لازم الزيت يكون سخن جدا، ما ينفعش يبقى بارد زي ما انا عملته. اه ودلوقتي بقى انا ايه، انا عقبال ما احمر دول والزيت يكون سخن هبدا اعمل مع حضراتكم كوش تاني اول ما ترجعوا لي بعد الفاصل. في انتظار حضراتكم ان شاء الله نكمل بقيه الكورن دوج، مستنياكم. رجعنا لحضراتكم مره تانيه بعد الاستراحه. بصوا بقى لما الزيت بيسخن، معلش انا طلعت طبعا واحده حصل لها كده ايه. بصوا بقى لما الزيت بيسخن بتطلع مظبوطه ازاي. مهم قوي ان الزيت يبقى سخن. شوفوا تريكس صغيره وبسيطه بس تخلينا ايه مبسوطين من الوصفه. هنزل لحضرتك حالا العيش بالرده. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين اهو، شايفين جميل ما شاء الله. ده حقيقه يعني هي دي يطلع لها زي ده، بس مش مشكله هنشيلها عادي. حطوا بقى عليه شويه كاتشب كده ومستردة وسيبيهم سيبوهم ياكلوه كده بشكل جميل. اه خليني معلش اخد التاني المعدن، لان ده شوفوا بقى السيليكون بتاعه انواع. والله لا اوريهم عشان المشاهدين يبقوا فاهمين هما بيشتروا، احنا بنخدع. تسلم يا رب. تاخد كده كل شويه بزود شويه في العجينه، باخدها كده داير ما يدور عشان اغلفها. وزي ما حضراتكم شايفين كده اهي، ومعلش ايه بقطع حته لضمانا عشان تطلع معايا على طول، ما تبقاش اكبر من الوك اللي انا بشتغل فيه. طبعا هو عنده ما بينزلش في وك، بينزل في فراير، فالفراير بيبقى طويل ممتد كميه من الزيت رهيبه، فبينزلها واقفه كده. في ايه يا سبايدر انت بخير؟ ها سمعت صوت كده؟ اه ده كويس، كنت هتقع ولا ايه؟ طيب ماشي. كده لحد ما نكمل كميه حلوه كده، وبعدين نزود هنا كمان باقي العجينه. كل شويه هزود، كل ما تنقص هزود شويه في الكوبايه لحد ما اخلص الكميه بتاعتي. عيش الرد هينزل على الهواء لحضرتك دلوقتي اهو. معانا كيلو دقيق، معلقه كبيره من الخميره، رشه سكر، ثلاث معالق زيت، ميه للعجن، ورده حضرتك هتفردي عليها العيش هيبقى من ناحيه واحده بس. طبعا لازم يخمر ويتقطع زي ما حضرتك تحبي، وبعدين تبداي تفردي الرغيف على قد ما انت حابه الحجم بتاعه على الرده دي، وبعدين بيترص ويدخل الفرن. لازم يكون الحراره عاليه، يعني لازم تسخنيه كويس 220-250 الاول، علشان المخبوزات دي بتحب العيش بيحب حراره عاليه. طبعا ما ننساش رشه الملح في اي مخبوزات حلوه او حادقه. ماشي بصوا انا بحط بس واحده واحده. ليه بقى؟ لان انا عايزه اوري حضراتكم انه الدنيا تمام اهو. ادي شكله، عايزين بقى تدوله يعني شكل اكتر من كده او لون اكتر من كده اللي يريح حضراتكم. بس هو بصراحه حاجه جميله يقدروا ياخدوها معاهم كمان المدرسه، سهله وبسيطه. تقدروا تجهزوا العجينه دي على فكره تبقى في الثلاجه عادي من بالليل، تاني يوم الصبح على طول نروح عاملينها في كام واحده كده وياخدوهم معاهم سخنين. اصل انا ابني الحقيقه زي حال ناس كتير برضو بتشتكي من نفس الواقعه، عايز معاه هيتر المدرسه. يعني ايه ده؟ ده برد. برد ايه يا حبيبي؟ ده لسه معمول، بعدين الحاجه لازم تتعمل الصبح، ما ينفعش ياخد الحاجه من بالليل. دي ما فيش حاجه اسمها عيش يبات بالليل. انا نفسي ما باكلش عيش بايت، مش عارفه اعمل ايه في الموضوع ده، لازم مخبز جنب البيت.
فحاجات كده معينه الاطفال سبحان الله كل واحد ليه مقاييس في اكله اللي بيحبه، فلازم يبقى الاكل سخن ولو برد ما يحبوش ومش عايزه يعمل ميه يعني يعمل. طب ما هو حبيبي هياخده سخن مولع لازم هيعمل كده، يقول لي لا مش عاوزه كده، فكل واحد ليه طريقه. فما بياخدوه كده الصبح حتى لو فطروا منه وحدايتين قبل ما ينزلوا اهم فطروا، ونديهم الحاجات التقليديه اللي احنا عايزينها. بس الولاد والله بتميل للحاجات دي، تشتريها من كانتين المدرسه بتبقى بارقام فلوس كتير قوي، وبيصرفوا مصروفهم في حاجات يعني بتبقى حبايبي مش ممكن تتعمل في البيت بشكل يعني احنا مطمئنين ليه اكتر. زيت نظيف مغليش، ده اول مره يتحط الزيت ده فانا هستخدمه، اخري هستخدمه تاني مره بكره على نفس الوصفه هصفيه. عارفين حضراتكم اللي هو ايه، اللي هو انا ضامنه كل حاجه انا بتعامل بيها في بيتي، فاهمين قصدي ازاي؟ بس اخر شويه بقى عشان قفلنا الكميه اللي باقيه. العيش في البيت يا جماعه والله من اجمل المخبوزات، هو والكيكس والبسكوت. انا يمكن في العيش مقله في، بس بحب طبعا، خدت يعني خدت كورس المعجنات في مكان راقي جدا عشان اعرف العيوب فين والنصايح اللي تفيدنا فين، وده مهم. لكن انا يمكن ما بخبز كتير عيش في البيت عندي الا فطاير زي اللي انا وريتها لحضراتكم، باتيهات وكرواسون ممكن، الحاجات اللي هي الزيت اول ما بيسخن قوي برفعه بقى كده في جنبه وخلاص هيستوي عشان ما يبقاش ايه معرض لل ان يحترق يعني اهو. وبعدين هنعمل سلطه لطيفه قوي احنا بنحبها في محلات البيتزا لما بنروح ناكل بيتزا، احنا عملنا قبل كده الكولسلو، هنعمل ان شاء الله دلوقتي سلطه الفاصوليا اللي هي المسكره. معانا ناخد الاول مدام هبه حبيبتي. صباح الفل. صباح الفل. اهلا 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 بحضرتك. عامله ايه؟ ازيك يا فندم؟ الله يسعد قلبك يا فندم. حاجتك الحلوه جميله اللي بتسلم ايديكي عليها والله. الله يخليك يا فندم. وسوسيس وكل الحاجات اللي الاطفال بتحبها دي الله يعني جميله. الله يخليك يا فندم. وصحتك. الله يسعدك يا فندم، شكرا. ونشوفك دايما كده بخير يا رب. امين يا رب. تسلمي لي، لو ليكي حضرتك اي طلب اموري مدام هبه. جميل والله، يعني بصي كل حاجة حلوة، أنا يعني عمالة متابعة على الصفحة بتاعت حضرتك وكل حاجة بقيت أفتح دلوقتي وأتفرج بقى يعني. ده شرف ليا يا فندم، شرف ليا والله. يعني كل حاجة جميلة بتعمليها والله. تسلمي. الله يخليكي ويحفظك يا فندم. إن شاء الله. تسلمي. شكرا مدام هبة، وشكرا يعني مكالمة حضرتك اللي احنا سمعنا صوتك يا فندم، شكرا ليكي، شكرا لمتابعتك كمان. بصوا بقى نخلص نعمل بقى ايه اللي احنا عايزينه. عايزه اقول لكم بقى هنعمل كمان حاجات كده جميله، بصوا مشهي، نحط بقى عليه شويه كاتشب ومستردة مايونيز. بس انا بقى ان شاء الله هعمل لكم الحاجات دي كمان في البيت. الدايت احنا بقى، ما احنا بقى على فكره احنا نقدر نستخدم هنا مكان ده دي شوفان مع دي در عادي جدا ويبقى عادي ويطلع جميل وطعمه روعه. جربي بقى يا نودي قولي لي، اصل عامله معانا دايت واحنا بنحاول نساعدها الحقيقه يا فندم، عشان ما نبقاش ناس ايه بتكسر المقاديف، صح كده؟ المشكله على فكره بيدخل الفرن طبعا، بس بصوا بقى العجينه دي مش هتبقى هي دي، هنتقل العجينه لما تبقى عجينه زي عجينه البيتزا او العيش. فهمتوني ولا ما فهمتوني؟ هنتش بنتش جرب وانتش. فهمانين ولا مو فهمانتش؟ يعني السايله دي مش هتدخل الفرن، هتفرش ومش هتبقى مظبوطه. لكن حضراتكم عايزين تعملوها في الفرن، ده سؤال جميل وعجبني، حضراتكم تقدروا توصلوها انها تبقى عجينه متكامله ونفردها ونحط السوسيسه جواها ونقفلها وتدخل الفرن وتطلع زي الفل برشه زيت او حتى حطوا معلقتين زيت جوه العجينه فقط لا غير، هتطلع رائعه. وطبعا دلوقتي هقدم الطبق القمر ده هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. وانا يعني هستسمح حضراتكم في بريك سريع ننظف الحاجات اللي حوالينا ونرجع نعمل السلطه الجميله دي ونشوف الحلو اللي هنعمله النهارده، حلو من الحاجات اللطيفه تجمع بين الوصفات العربيه وفيها كده رونق منها وحاجات احنا بنحبها. اسمحوا لنا نطلع استراحه وفي انتظار حضراتكم بعد الاستراحه. ورجعنا لحضراتكم مره تانية بعد الاستراحه. دلوقتي هنعمل سلطه لطيفه جدا، انا هعمل بيها ميكس بين السلطه الفاصوليا البيضه وبين الفاصوليا الخضراء. طبعا لو حضراتكم اشتريتوها فروزن مجمده هنزلوها بس بلانشيه في ميه سخنه لمده دقيقتين وتطلعوها تمام. لو احنا هنستخدمها فاصوليا خضراء يعني فريش خلاص هنسلقها.
وهنسلق طبعا الفاصوليا البيضة لازم مع رشة ملح بسيطة كده وتمام. هنبدأ نتكلم عن المقادير. بسم الله، عندي لسلطة الفاصوليا المسكرة فاصوليا خضراء مسلوقة، وعندي فاصوليا بيضة مسلوقة، عندي فلفل ألوان مشكل زي ما حضراتكم تحبوا، الأخضر الأصفر الأحمر، عندي بصل متقطع جوليان اللي هو البصل الأحمر، والبصل الأحمر لأنه أكتر أنواع البصل اللي بيليق قوي مع السلطات، دايما بنستخدمه في السلطات والحاجات الباردة. عندي كمان كوباية من الخل، وما تستكتروهاش، هي دوب على الكمية عشان تدي الطعم، انتوا حتى بتلاقوها كده في صوص كده موجود هناك فيها. ونص كوباية من السكر، وزيت زيتون وملح وفلفل. تعالوا نقول بسم الله، وقول لحضراتكم أول خطوة هنعملها هي إيه عشان دي مهمة قوي. هاخد بولة، بسم الله الرحمن الرحيم. البولة دي هحط فيها كمية السكر، بسم الله، وهاخد فيها كوباية الخل، بس كده، وهندوب الخليط ده. زي ما حضراتكم شايفين كده مدوبه كويس قوي، بسم الله. اللي عايز يتغاضى عن كمية السكر دي بمعلقتين كبار من العسل الأبيض ممكن، اللي عايز يستخدم أقل من ده كمية، يعني مثلا حوالي مثلا ربع كوباية من الخل التفاح، بس خلوا بالكم خل التفاح قوي النكهة، الخل الأبيض هتبقى أحلى في الطعم، اللي عايز يعملها يعني بشكل مختلف عن كده. هننزل البصل، البصل ده لازم يتنقع شوية، لازم تسيبه على الأقل نص ساعة، نص ساعة البصل ده في كمية السكر والخل اللي حضراتكم شفتوها دلوقتي. خلاص أنا مش هاجي جنبه، أنا هسيبه كده، وهاخد الكمية دي إن أنا أخلط الخليط الحلو ده من الفاصوليا الخضراء، شايفين لازم تحافظوا على الخضار بتاعها زي ما قلت لحضراتكم. احنا يمكن محتفظين بباميه من اللي احنا جمدناها مع بعض، لو تتذكروا حلقه الباميه الويكه والباميه اللي نشفناها والباميه عملناها بشكل ايه وشايلين منها، هنطبخها ان شاء الله قريبا مع حضراتكم. الحاجات دي بقى حاضر يا روح قلبي، بس كده ده انا هروقكم. وادي الفلفل الاخضر، خلاص، وهاخد كمية، مش كل الكمية هاخدها من الفاصوليا البيضة، لكن هاخد كمية حلوة. خلوا بالكم الفاصوليا دي فوائدها كتير جدا، وبعدين ليها ألوان، في ناس بتستخدم الأحمر، هنحكي عن فوائدها دلوقتي. الفاصوليا البيضة دي اسلقوها بس مع رشة ملح ومع نقطتين زيت لو حابين، أهي كده، انا بحبها بصراحه جدا، وبحبها كمان يعني طهي مطبوخه، بس القشر، القشر عشان دي طبعا طبيعيه ما هياش علب، دي فاصوليا بيضه طبيعيه احنا اللي سلقناها، شايفين ازاي. الباقي ده بقى احنا ممكن نعمل بيه ايه، يتعمل مهروس الفاصوليا، بيبقى رائع. عارفين عاملين زي ايه؟ عامل زي السلطه بالظبط بتاعه الحمص بطحينه، نقدر نعمل منها بالفاصوليا. على فكره في حاجات كتير قوي احنا مفتقدينها، بتبقى اكلات جميله جدا ما بتتقدمش في مصر، بس سلطات بتتعمل بالذات بلاد الشام، يعني ما شاء الله عليهم مبدعين. بصوا بقى نقلب كده، المفروض بقى بيتساب ساعه زي ما قلت لحضراتكم، او هتحطوا الخليط ده هنا. خليني اخد بقى رشه الملح ورشه الفلفل، وطبعا هنحط زيت الزيتون. هنجيب، انتوا مجهزين لي طبق كبير يا اولاد، بسم الله الرحمن الرحيم. معانا نهى من قطر، اهلا وسهلا. عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا نهى، اهلا بيكي حبيبتي.
اخبارك يا حبيبتي؟ الحمد لله، تسلمي يا روح قلبي، تسلمي حبيبتي. منوره يا مس، منوره منوره يا شيف عظيم. الله يسعد قلبك حبيبتي، منور باتصالك ومتابعتك والله حبيبتي. انا كنت عايزه اكلمك، انا كنت بحاول اكلمك المره اللي فاتت لان كنت محتاجه منك تعملي لي وصفات دايت. من عيوني. انا ابني عنده 13 سنه ما شاء الله، محتاج ينزل كده شويه حلوين، وانت عارفه السن ده بيحب الاكل. طبعا طبعا، فتره نمو اكيد. هو لا، وهو بيحب الاكل ما شاء الله ما شاء الله، قادر يا عيني يمشي ما شاء الله شوفان، الحاجات اللي هي بتاعت الكبار دي. يا حبيبه قلبي حاضر. وصفات تنفع لسنه، وبرده ما تديله الطاقه اليوم طبعا اليوميه، ويبقى برضو صحيه ليه حبيبها. حاضر، من عيوني حبيبها، من عيوني حبيبه قلبي. هتابعك يا شيف عظيم. يا حبيبتي دي زي حالاتي، بتكلمي مدرسين كتير وبتتابعي. يا روح قلبي يا روح قلبي. يا من غير ما تقولي، ما انا داخله عليه هنا في مصر. يا حبيبه قلبي، ربنا يعينك يا حبيبتي ويقويك على تربيتهم يا رب. يعني حبيبتي من عيوني، من عيوني. هتابعك اكيد علشان فينا خناقه في البيت بسبب الضيف. يا روحي عيني بس كده والله. حاضر، واعملي له بس انت اي حاجه، اعمليها له مشويه في الفرن، ولو عندك الاير فراير استخدميه، على فكره هيوفر كتير قوي في نسبه الدهون. اعملي كده. عندي وبعمل، بس هو تحس ان هو زهق يعني، بشوي فراخ، بشوي هي فراخ دايما وسمك وسمك، اديله سمك. بس الكوتش بتاعه منع السمك، مش عارفه الموضوع ده صح ولا ايه. لا، ما هو ما احنا لازم نعرف السبب، هو منعه عشان ايه؟ هل عشان حاجه خاصه بالتمرين، ولا هو منعه عشان في حاجه، هو الولد عنده مشكله في حاجه؟ ده اللي لازم نعرفه. اصل السمك ده قال له فراخ بس، سمك ولحمه لا، مش عشان حاجه، هو علشان التمرين. اوكي طيب، خلينا النهارده انا تابعي بس الحلقه لحد نهايه الفقره الطبيه، عشان انا هسالك سؤال خاص بابنك النهارده مع الدكتور. هتبقى معانا. الله يخليكي حبيبه قلبي، نورتيني وشرفتيني حبيبه قلبي. تسلمي لي، امين يا رب. احنا وكل سامعين في حفظ الله حبيبه قلبي، في حفظ الله. بصوا الصوص تحت، انا هوريه لكم دلوقتي، بس طبعا لازم تسيبوها وتسقعوها. معلش انا هغطس تحت كده ثانيه واحده، يعني ايه محتاجه اغطس. عشان بصوا اقلبها كويس. بصوا بقى فيها شوية صوص اللي هو ده، شايفينه أهو. عايزة أقول لكم الفاصوليا دي في منها أربع أنواع، السودة والبيضة وفي الحمراء وفي الخضراء، كلهم نسبة الحديد والفسفور والكالسيوم بسم الله ما شاء الله. عايزة أقول لكم يعني هي كمان بتنظم نسبة السكر في الدم. فاصوليا الخضراء دي فيها بروتين نباتي رائع، هنحكي دلوقتي. بصوا بقى، بسم الله، الولاد فعلا بيزهقوا، بيميلوا للحاجات اللي هي دي، بس طبعا احنا هنظبط لهم اكلات. ماشي حبايبي، بسم الله الرحمن الرحيم، هنقدم بس السلطه الحلوه دي. الصوص تخلوها فيه في نفس البوله، يعني انا بس هنا عشان بقدم في الطبق قدام حضراتكم، لكن انتوا في البوله تاخدوا من البوله، كل ما يسقع وتقعد في الصوص كل ما هتستمتعوا بالطعم. ماشي، عايزين بقى تحطوا فاصوليا حمراء في البقوليات، تحطوا فاصوليا سودا على حسب. هي الاسود مش موجود عندنا في مصر بصراحه، هي بتتباع قليل قوي، يعني حاجات مستورده اعتقد، مش كل الاماكن كمان بتجيبها. بس اهم حاجه تسيبوا البصل مع الصوص ده شويه مع السكر زي ما قلت لحضراتكم والايه. يلا هنعمله على طول، ما تقلقوش. شايفين؟ بصوا الصوص بقى اهو، ده لازم يفضل موجود اهو، شايفينه ولا؟ اهو ده لازم يفضل موجود، وتفضل هي فيه، كل ما نيجي ناخد منها نقلبها ونغرف وناخد منها، هتلاقوا الطعم رائع 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 والله بجد، ما تختلفش عن بره في حاجه. تعالوا بقى هنا نقدم الطبق الحلو ده كده، بسم الله الرحمن الرحيم، ونبدا في كيك جميل لطيف، يعني ايه حلو، مع القهوه مع الشاي مع اي حاجه احنا عايزين نعملها. تعالوا نقول بسم الله، نقول مقادير الكيك. هعمل كيك الهيل، فيها نسبه من الحبهان حلوه كده وجميله، طعمها جميل، مش هتبان للناس اللي بتبقى فاكره انه هيبقى طعمها قوي، لا. تعالوا يلا نقول بسم الله. المقادير عندي
150 جرام من الزبده انا هكرملها، كرملها يعني هسخنها، هسخنها كده اديها تيست حلو، وقبل ما انا اطلع بتاعتي يكون استعرضنا مقاديرنا. عندي كمان اربع بيضات، عندي معلقه من الفانيليا، وعندي كوبايه وربع من السكر. تقدروا تخلوها كوبايه واحده بس زي ما انتم عايزين. السكر ده يرجع لحضراتكم، عايزين تستخدموا السكر الدايت برده مفيش مشكله. هيبقى العبوه اللي فيها مثلا بتحلي معلقتين هنحط منها اتنين. خلاص. طيب عندي كوبايه الا ربع من اللبن، معلقه كبيره من الهيل المطحون. لو انا عندي حبهان هطحنه في المطحنه وهصفيه وهاخد الحبهان فريش. كوبايتين من الدقيق ومعلقه كبيره بيكنج باودر ومعلقه صغيره قرفه حسب الرغبه. الحاجات دي كلها حلوه وحارقه، والكيكس دي كيكس جميله ونقدر نستعيد عن الزبده بالزيت مفيش مشكله خالص. طيب عندي للتزيين لو حابين تدوها نسبه سكر في شربات، انا هحط لها الحقيقه شويه لوز ورشه سكر بودر على الوش وخلاص، تعويضا لان انا حاطه هنا سكر كميه بسيطه، حاطه تقريبا حوالي كوبايه الا ربع، فحطيت على الوش بس سكر بودر، فهي اما شربات او سكر بودر. انا هنا هاخد اول حاجه كده الزبده هكرملها شويه، يعني هديها كده ايه تسخن وتكرمل سنه معايا كده، تدي تيست وطعم جميل. واللي مش عايز يعمل الخطوه دي خليها مذابه بس ماشي، اللي عايز يشيل الزبده خالص ويحط يعني 3 ارباع كوبايه زيت هتبقى حلوه قوي في على الكيك دي، 3 ارباع لكوبايه زيت هتبقى ممتازه على الوصفه دي على حجم الكيك ده. طيب هاخد بقى انا كده البيض وهنا جنب حضراتكم كده، اسمحوا لي هكسره عشان نطمئن انه ايه البيض تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. بيضه بيضه علشان نضمن انه ما فيهوش اي حاجه لا قدر الله. ساعات بيبقى في بيض متخزن من الصيف، بس بصوا البيض هنا فريش ازاي لانه سوائله مليانه ازاي. طالما البيضه السوائل حواليها قويه كده وفريش بتلعب وغنيه تبقى البيضه دي طازه. كل ما تقل السوائل كل ما تبقى البيضه دي ما هياش طازه بقالها فتره. تمام. بسم الله. ادي كده. يا سلام. بسم الله الرحمن الرحيم. كده عايزه اقول لكم الحبهان ده من الحاجات برضو الجميله القيمه جدا. عايزه اقول لكم بيعالج الانتفاخات وبيطرد البلغم، مفيد لنزلات البرد والرشح جدا، التهابات الزور. انا مش هحط كتير من السكر، نص كوبايه. عايزه اقول لكم رائع. هاخد الفانيليا طبعا. بسم الله. عايزه اقول لكم طارد للسموم اللي في الجسم بشكل رائع وبيقوي المناعه. بصوا بقى هاخد هنا كده خلطه بسيطه. الناس اللي عندها ضعف عارفين ساعات يعملوا ايه، يحطوا مع براد الشاي اتنين حبهانه، اتنين قرنفله، ينسونا نجمه. هبدأ بقى هنا احط البيكنج باودر على الدقيق وطبعا القرفه والهيل او الحبهان. بصوا ولسه اللبن، هنحط بقى اللبن هنا. مش عارفه دي ممكن احط هنا. ايوه تقدروا تستخدموا حليب جوز الهند كمان يا جماعه. بصوا سايبه الزبده بس تاخد وتدي كده مع بعضها. طبعا انا مش هحط الكميه دي كلها، هي حاجه منها بس. انا ايه خليني اخد منها شويه هنا. طبعا ما تنسوش رشه الملح، هضيفها دلوقتي حالا. رشه الملح مهمه قوي مع الحلو والحادق، في الحلو بتظبط وبتعمل بالانس كده في مع الحلويات. بسم الله الرحمن الرحيم. بس كده انا اخدت نص كوباية. خلينا نخلط الخليط ده وهبدأ اخد كده مع حضراتكم القالب اللي انا اشتغلت فيه ده. القالب اهو، اسمحوا لي ادهنه بمسحة بسيطة من الزبدة اللي انا
بما اني عملت يعني الكيك ده بالزبده، بسم الله الرحمن الرحيم، هنقلب الحاجات الجميله دي كده كلها مع بعض كده لحد فوق عشان لما تعلى تبقى ما تنشفش وما تلزقش مني. الزبده ممتازه، عايزين تبطنوا بدي، بس هو القالب ده عموما ما بيلزقش، فانا مش يعني مش 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 محتاجاه لها. لكن اذا حضراتكم عندكم قوالب ثانيه معدن او الومنيوم بيفضل بورقه زبده تتحط او نبدرها بالدقيق. خلاص هاخد بقى في بوله كده مكونات الجافه، دول انا حاساهم اقل من كوبايتين دقيق غالبا، دول هيزيدوا شويه دقيق. الايه يا حبيبتي كده؟ معلش دول ناقصين. ايوه طبعا هنعمل كده، بس دول ناقصين معلقتين دقيق. المعايره بالبولات مش صح، المعايره بالكوبايات المعياريه. تعالوا بقى هناخد الخليط السائل وهنيجي هنا، احنا قلبنا الخليط ده كله، الهيل مع القرفه، بيكنج باودر، رشه الملح. اللي حابب يحط، انا هحط شويه لوز جوه وهسيب شويه للتجميل، شويه كده لوز، اللوز من الحاجات الصحيه الجميله، جوه الخليط ونقلب كده تقليبه حلو، وهنضيف المكونات السائله بسم الله الرحمن الرحيم، وهنقلب بالسباتولا بسم الله كده بشكل كده دائري. عايزه اقول لكم من الكيكات الجميله جدا اللي طعمها رائع رائع رائع. عايزه اقول لكم لما باجي اعمل قطايف او حاجات خاصه برمضان لازم الحبهان احط في الشربات، ولازم القرنفل والقرفه، العود بستخدم العود يعني لانه طعمه بيبقى اخف شويه من الباودر، اكثر اقل حده يعني. احاول استفيد، باخد الجنزبيل واحطه في الشربات للولاد يعني ادعم برضو الحرق بشكل او باخر والفايده عشان الجهاز التنفسي. واخر حاجه بضيفها هي بتبقى الليمون وال مهم عصير البرتقال. يا جماعه في الفتره دي اشربوا عصير برتقال، ممكن تخلطوا برتقال بجزر للفايده اكتر، وعشان البرتقال بيعمل اسهال مع الوقت. وممكن كمان نبدا نشتغل على ان كل حاجه في الفاكهه نعصر عصير ليمون على كيوي على تفاحه وياكلوه كده، يعني ندعم فيتامين سي بشكل او باخر، مهم قوي، مهم الفتره دي جدا. اهو بقلب كده تقليبه حلو. تعالوا بقى ننزل الخليط ده، الفرن شغال عندي على حراره 180 على الشبكه في النص، هحطها وهوري حضراتكم ما بتطلع اهي كده بس، وهاخدها اوديها على الفرن وايه ونبدا نسيبها تستوي واوريكم شكلها طالع عامل ازاي. هنزينها مع بعض دلوقتي بسم الله الرحمن الرحيم. اهو هنا على الشبكه خليته 180، كنت مسخناه على 200 قللت الحراره ل 180 على الشبكه في النص، وهقفل عليها. تاخد حوالي 35 دقيقه، 25 35 على حسب يعني خليط الكيك او حجم الكيك. في ناس ممكن تبقى عايزه تضاعف الحجم ده او تضاعف المقادير. هوريكم الشكل كده بعد ما بتطلع وبنقلبها اهي. ممكن بقى نعمل كالاتي بسم الله الرحمن الرحيم، وهي سخنه ممكن ده حل للي بيحب بقى السكر. هناخد كده هي هي خدعته هي هي، بس انا طلعت دي من غير تزيين. اوري لحضراتكم الفكره من ان انا ممكن احط معلقتين من الشربات او العسل، لا الثانيه عليها سكر بودره هنحط لها دلوقتي يا فندم، احنا دلوقتي حالا هنديها شاور هنديها شاور سكر اهو. بصوا اهي خلاص، وبعدين شوية اللوز اللي هيمسكوا فوق شوية الشربات الحلوين اللي احنا عاملينهم، وصحة وهنا على قلب حضراتكم. هقطع لكم حتة طبعا عشان انا احنا قاطعين حتة هناك، بس خلينا نقطع كمان حتة هنا بسم الله.
ونحطها بقى في مكانها جنب اختها الجميله دي. بسم الله. والنهارده احنا عملنا يعتبر الكورن دوج، عملناه بطريقه سهله وعجينه بسيطه جدا. حضراتكم حابين تعملوه في الفرن اعملوه زي ما انتم عايزين، دخلوه الفرن، لكن العجينه مش هتبقى سايله زي ما احنا عملنا، هنوصلها لمرحله تبقى زي عجينه البيتزا، ونلفها عادي ونرول السوسيسيه جواها وندخلها الفرن عادي جدا، بس ضيفوا في العجين حوالي معلقه او معلقتين زيت جوه العجينه. طيب ده بالنسبه للكورن دوج. عملنا كمان السلطه الفاصوليا الخضراء المسكره بالفاصوليا البيضه زي اللي بناكلها بره في محلات البيتزا بطريقه حلوه، ذوقوا طعمها هتستمتعوا بيه، وحطوا لها زيت زيتون. وارجو ان انتم ما تحطوش زيت الزيتون الا وقت ما تيجوا تاخدوا تحطوا على طبقكم، لانه انا حطيت شويه بس الصغيرين عشان زيت الزيتون الاصلي بيجمد في الثلاجه. ماشي. طيب حطيت ادي مقاديرها قدام حضراتكم، سلقنا الفاصوليا البيضه، رشه ملح ومعلقه زيت واحده، وما خليتهاش مهريه، انا عايزاها زي ما انتم شايفينها كده ماسكه نفسها عشان تستمتعوا بيها وتاكلوها وتاخدوا فوائدها. الفاصوليا الخضراء شايفين لونها، ما عملتش فيها حاجه اني نزلتها في ميه مغليه، ما كملتش خمس دقائق طلعتها في ميه بتلج علشان اوقف التسويه واحافظ على اللون الاخضر وعلى الفوائد اللي موجوده فيها. وبدات استعمل بقى الفلفل الالوان والبصل، نقعناه في الخل والسكر، وكل الاضافات اللي عليه هي ملح وفلفل فقط مع زيت الزيتون. والكيك اللي احنا عملناه النهارده كيك الهيل، حطينا فيه معلقه من الهيل المطحون او الحبهان المطحون، واتمنى يا رب انها تنول اعجاب حضراتكم مع قليل من القرفه. عايز يحط رشه جوز الطيب ممكن، عايز يحط رشه من القرنفل ممكن. الكيك ده بيطلع طعمه هايل وجميل ومريح مع الشاي بلبن، مع القهوه، مع الشاي الساده، جميله. الولاد ياخدوا ممكن خرطه كده منها، اللي عايز يضيف ربع معلقه صغيره من الزنجبيل الباودر ماشي، كل دي معززات. عايزين تحطوا مكان اللوز اللي انا حطيته عين جمل هيبقى احلى واجمل، فيرجع لحضراتكم. انا طبعا يعني بشكركم جدا، واتمنى يا رب دايما اكون عند حسن ظن حضراتكم. بشكر كل اتصلوا بيا، كل متابعينا الكرام لشاشه قناه الاهلي في كل مكان، بجد تحيه وحب وتقدير لحضراتكم. اسمحوا لنا نستعد دلوقتي للفقره الطبيه في انتظار حضراتكم بعد الاستراحه.